يعني هذه الرياضه اللي هي دابا 3 سنين وهي ان شاء الله في المغرب، باش المغاربه اللي كيهضروا معايا في الفيسبوك، تيهضروا معايا في انستغرام، تيهضروا معايا تيقولوا لي احنا باقي ما شفناهاش في المغرب، احنا بغينا نلعبوها، اشتاقنا ليها. الحمد لله انا غنشرح لكم كيفاش غيكون الرياضه. الحمد لله دخلت المغرب، احنا كنتسناو دابا غير باش ناخذوا لوتوريزاسيون ان شاء الله باش نبداو نحلوا لي جولف، باش يتحلوا لي جولف باش يبداو، لان الجولف راه ماشي سهل باش تلعب فيه، لان الجولف كيلعبوا فيه الناس ديال الجولف، وحنا دابا راه حنا الجمعيه ديالنا اللي هي مقاتله على هذا الشيء هذا الحمد لله، وكدير في الاجتهاد الكبير باش يتحلوا لي جولف منهم، باش نذكر اسماء ديالهم اللي تعبوا في هذه الرياضه، بهلا رضا، عادل الأطار، رشيد بوتونس، الشعبي محمد، اللعابه ديال الفريق الوطني المغربي كلهم، لي زيكس اللي كيتعاونوا معنا باش هذه الرياضه ان شاء الله تكون بحال كره القدم في المغرب. وما كايناش غير الكره، وحنا بغينا الحمد لله باش الشباب ديالنا يعرف هذه الرياضه، حيت هي سهله وزوينه وكتلعب في الجولف. من ما كنا كنعرفوا بان الجولف تيلعبوا فيه غير لي بورجوا، الحمد لله حنا هذه الرياضه دخلناها، لعبت انا في المغرب ودخلتها للمغرب، وها هو الناس ان شاء الله ملي غادي يتحلوا لي جولف ان شاء الله غادي يبدا الممارسه. غنحاول بغينا نديروا الاكاديمي باش الامهات يبداو يجيو للتيران ديال الجولف ويلعبوا، ويكون عندهم واحد الاستاذ تما اللي كيعلمهم ما معنى رياضه الفوت جولف. والجولف راه رياضه واحد ديسيبلين اللي هي عالميه، لانك كتلعب غير في الطبيعه وما كاين لا مشاكل لا والو، خصك تكون غير التكنيسيه وتعلم ليها. الحمد لله هذا شرف الحمد لله منا حنايا، وليكم حتى نتوما اللي بغينا ندخلوه للمغرب ان شاء الله. وراه دخل، حنا راه بقات لي راه الحمد لله راه دخل، لان باش نقول لكم راه دخل، لان اللي راه عبر العالم تعرف بان المغرب فيه رياضه الفوت جولف في المغرب، لان المغرب ديسمبر اللي داز تلعب المونديال اللي مع الاذاعات كلهم عارفين، من اللي ما عندوش الخبر بان لو جولف تلعب لو فوت جولف تلعب في المونديال تلعب في المغرب، لان الرابع هذا هو الثالث، واحد تلعب في هنغاريا والثاني تلعب في ارجنتين والثالث تلعب في المغرب العام اللي داز. وكنا غادي نمشيو دابا بحكم كناخب، كنا غادي نمشيو لاعبين الفريق الوطني المغربي غادي نلاعبينو في الجابون. وقع هاد الشيء اللي وقع ديال هاد المرض هذا ديال هاد كورونا اللي حبست الرياضه وحبست العمل وحبست كل شيء، وكنتمنى ان شاء الله باش يحيد هاد الوباء علينا على بلادنا باش نستمروا ونزيدوا لقدام. حنا ان شاء الله غادي نحاولوا نوصلوا لكم بان راه غادي نحاولوا من وراء هاد الشيء هذا غادي نديروا واحد الاوبن في المغرب باش نبينوا الناس كلهم يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله. اللي بغى يجي يحضر مرحبا والف مرحبا، يعني حنا خصنا نعرضوا على الجميع كله يحضر، باش غادي تكون الاشهار ديالها ان شاء الله من واحد خمس من واحد خمس شهور او اربع شهور بين ما تحل هاد الشيء هذا، باش يكون بنادم ما يكون يخاف باش ما يطاك من حتى حاجه من هاد الوباء اللي شد العالم. وهذا الشيء اللي كاين، كنشكركم وكنقول لكم ان شاء الله ما نكثرش عليكم، راه ان شاء الله غادي نجيو وغادي ندخلو وغادي نديرو الاكاديمي ديالنا ان شاء الله في لي جولف. في لي جولف غادي نديرو الاكاديمي ديالنا الدراري الصغار اللي غيبداو، الدريات الصغار اللي غيبداو يلعبوا هذه الرياضه. وغنقول لكم بان راه رياضه الفوت جولف اللي ما عارفاش مزيان بين ما وضحناش لكم، غير يدخل للانترنت ويكتب فوت جولف وراه غادي يشوف كل شيء، راه دابا ولات عبر العالم وراه رياضه عالميه.